مشكلك مع صباح رشدي اباظه. لا لا انت غلطان، انت عايز تعمل صفق تلفزيوني. لا 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 الكلام. مشكلتي مع فاتن الحمام مش عمر الشريف، انا ولا فكرت اتجوز عمر الشريف، ده حاجه. مع صباح عمر الشريف رشدي اباظه فكر يتجوزني انا قبل صباح مليون مره. نعم، ليش ما تزوجتيه؟ هقول لك ليه. هو امه خواجايه وانا امي خواجايه، هو يحب يبوس الايدين ويشد الكرسي ويعمل حركات القرعري. انا امي عشان خواجايه لما تسلم على الراجل تعمل له كده. نعم. يعني لازم يبوس ايديها لما تعمل له كده، لازم يشد لها الكرسي ويقعدها. الكلام ده ما يشتغلش عليا كويس. وبعدين رشدي اباظه في نظري طفل، طفل كبير يعني، عيل بالعربي كده بس. طب انت